أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، قام دونالد ترامب بتغيير وزراء الدفاع وقيادات كبرى في البنتاغون. مر 5 وزراء على المنصب خلال عهدة ترامب الرئاسية، آخر المقالين من المنصب مارك إسبر، وسيكون مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر وزيرا بالوكالة حتى 20 يناير 2021. فالعلاقات بين ترامب وإسبر متوترة منذ اعتراض وزير الدفاع علنا في يونيو الفائت على نشر الجيش لقمع التظاهرات المناهضة للعنصرية في أنحاء البلاد، والتي اندلعت بعد مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد. ومن ذاك غاب إسبر عن الشاشات وتراجع نفوذه، ولم يعد يدلي بمقابلات مكتفيا بخطابات معدة سلفا. سبق لوزير الدفاع الأسبق جيمس ماتيس أن استقال من منصبه احتجاجا على انسحاب قوات بلاده من سوريا، بعد ماتيس عين ترامب باتريك شانهان قائما بأعمال وزير الدفاع، وبعد 6 أشهر انسحب الأخير قبل المصادقة عليه من مجلس الشيوخ، ليخلفه في ذلك مارك إسبر لمدة 1 شهر. بعد إسبر استلم ريتشارد سبنسر لمدة 8 أيام، وأبعد بعدها عن منصبه كوزير للبحرية بعدما أشارت معلومات إلى أن ترامب تدخل بنفسه في قضايا تأديبية. عاد بعدها إسبر إلى وزارة الدفاع وبقي 14 شهرا قبل أن يبعد من جديد.